Mr. Chairman. Again, let me thank you, Assyut Department, Chester University, for Chester Department, Assyut University. Doctora Mahar Khouli, Doctora Lamia, Doctor Ali, Doctora Riham, Doctora Mayada, Doctora Zahar, thank you so much for your effort. وإن شاء الله كلنا قضينا وقت جميل مع بعض، صحبة جميلة، مكان أجمل. هنبتدي النهاردة بال Airway Stenting. Just brief introduction, let me say. ليه؟ علشان بس أفكركم بالقصة وبعدين بعد كده نقدم الحالة بتاعتنا إن شاء الله. أول واحد اخترع الستنت في العالم كان شارل ستنت، ده راجل دكتور أسنان دينتست، وهو اللي اخترع الستنت، واسم ستنت جاي من اسمه هو. وبعدين بعد كده في 1907 كان الميتال ستنت، وبعدين الجام بروتيسيس، سيلفر بروتيسيس، تي تيوب، هنا المونتجومري ستنت، ودي بداية معرفتنا احنا كبالمونولوجيست بالستنت اللي هي المونتجومري ستنت. بعد كده السيليكون ستنت باي اندرسون، دومو ستنت، الترا فليكس دايناميك، الفيولا ستنت، هانارو ستنت، وسيلف اكسباندبل ميتال ستنت في الاخر خالص. الحقيقه ستنتنج از ا تريتمنت اوف تشويس ان بيشنت وذ اكسترنسيك كومبريشن يوزد ان كونجنكشن وذ اذر ثيرابيز فور بيشنتس وذ اندوبرونكيال ديزيز، وبيعمل ايميديت سيمتوماتيك امبروفمنت. كلنا عارفين التايب اوف مالجنانت اير واي ستينوزيس، سواء كان اندوليومينال ستينوزيس، ده بنسميه الاكزوفيتيك تيومر اللي هو داخل جوه البرونكاي، وبعدين في الاكستراليومينال، وفي الميكست اللي هو بوث اكزوفيتيك اند اكستراليومينال كومبريشن. التشويسز اللي عندي ان انا في الليزر اور ارجون بلازما كواجوليشن، بيبقى اكتر في الميكست تيومر، والبراكي والكرايوثيرابي والفوتوديناميك ثيرابي بيبقى اكتر في الاكزوفيتيك وفي الميكست تيومر. اما الاكسترنال كومبريشن بيبقى في الستنتنج اللي هو التريتمنت اوف تشويس از ستنت، وكمان في الميكست تيومر تريتمنت اوف تشويس از ستنت افتر دي انترفنشنال مانجمنت باي برونكوسكوبي. كلنا عارفين تايبس اوف ستنت، الميتال ستنت، سيليكون هايبريد اند اذرز، اذرز انكلودنج ذا دراج ايلوتنج ستنتس والبايو ابزوربابل ستنتس. سينس 1965 مونتجومري كان اخترع تي تيوب ستنت، وبعدين طلعت بعدها سيليكون ستنت. اول ما طلعت السيليكون ستنت كانت عملت انقلاب في مارسي، كان فرانسوا دومون هو اللي اخترعها، وكنت رحت له هناك، وبعدين اميل عليا واحد ياباني قال لي على فكره دي ده سرقها من مونتجومري، بس قص الحته الزياده وحط ستادز. قلت له معاك حق، ولاد لذينه برضه. المشكله في السيليكون ستنت المايجريشن ريسك اوف اللي بيحصل فيها جامد جدا. ليه؟ لان هي الجنريشن تيشو فيها قليل، فكل ما الجنريشن تيشو يقل يبقى المايجريشن اكتر. اما الميتاليك ستنت الجنريشن تيشو اكتر فبتكلبش فيها، فبيبقى المايجريشن بتاع الميتاليك ستنت اقل. مشكلتها انها ريكوايرز ريجيد برونكوسكوبي فور بليسمنت، ما بتنفعش باي فايبر اوبتيك برونكوسكوبي غير الميتاليك ستنت which is easier عنها. انما الميجر ادفانتج بتاعنا ان هي كان بيرموفد، ممكن اشيلها في اي وقت، ادخل اشيل ونركب حاجه ثانيه. الميتاليك ستنت بتمسك في الاير واي، اند ذيس از ذا ميجر بروبلم اوف ميتاليك ستنت. السيليكون ستنت بسرعه المونتجومري زي ما قلناه، والدومو ستنت، والهود هود ستنت، ذا دايناميك ستنت، والبولي فليكس ستنت. ذيس از ذا سيليكون ستنتس اللي معروفه عندنا، ودي بعد الانترودكشن اوف ذا ديمو ستنت، دي فروم اوتسايد اند ذيس از فروم ذا انسايد. هي لغايه دلوقتي الديمو ستنت از ذا جولد ستاندرد ستنت المعروفه، وهي عباره عن سيليكون تيوب وبتتركب في كل الاعمار، انما ما بنحبش نركبها في التشيلدرن بيكوز ات هاز ا ثيك وول، فبتقفل واليومن بتاعها مش مستحمل يعني. في سنة 2015 عملنا البيبر دي ونشرناها في الاي ار اس، كانت الايفالويشن اوف برونكوسكوبيك بليسمنت اوف تراكيو برونكيال سيليكون ستنت انيشال ايجيبشن اكسبيرينس. البيبر دي كانت جميلة جدا لان احنا اشتغلنا على 40 عيان، كان 20 مالجننت و20 بناين،
كان ركبنا 1 ستنت في 90% اوف بيشنتس، ركبنا 2 ستنتس في 10% اوف بيشنتس. كان 10% اوف بيشنتس كانوا عايزين فعلا 2 ستنتس، وكان من ضمنهم عيانين مالجنانت تيومرز. حصل البروسيدرال كومبليكيشن ذا فورم اوف تريفيال بيرفوريشن اوف ذا برونكيال ستنت، حصل في 1 بيشنت بس 2.5%. ستنت مايجريشن حصل في 10%. That's why انا بعد ما ركب الديمو ستنت بخلي العيان يجي لي بعد شهر ابص عليه سواء في سيمتومز اور نوت تو بي شور ان الستنت ما حصلهاش مايجريشن. جرانيوما فورميشن في 17.5%، تيومر ان جروث في 7.5%. التيومر لما يجي يقدر على الستنت it never push the stent. It never push the stent لانه التيومر is a soft مهما كان، والستنت الفورس بتاعتها عالية جدا. فالتيومر creeping على الستنت وبعدين بيطلع لإما من البروكسيمال لإما من الديستال but never enforce the stent. And there was no mortality resulting from stent placement according during the first 3 months of stent insertion. دي البوليفليكس ستنت، هي ميزتها ان هي ممكن كوابت اي نوع اي شكل من الاستنوزيس حتى الاور جلاس استنوزيس، ولكن ادام هي بتتشكل بالشكل ده يبقى الهاي مايجريشن ريت بتاعها عالي جدا. الديناميك ستنت، ودي كان اتعملت بالدكتور جمعه اللي هو فرايتاج، دكتور جمعه في المانيا، فرايتاج عمل الستنت دي، وكان بيقول ان هي واي شيب ستنت وبتشبه الشكل التراكيه، وبالتالي بتبقى الديناميك بتاع الديناميسيتي بتاعتها بتبقى عاليه جدا، يعني السكريشنز ما بتقعدش فيها كتير. نيجي للميتال ستنت، معموله من ايه؟ معموله من نيتينول. نيتينول ده سبيكه معموله من نيكل والتيتان، ومعموله في النوفال اوردنانس لابوراتوريز. زي ما قلت لحضراتكم ان هي لو ريسك اوف مايجريشن بات مور ديفيكلت تو بي ريموفد. ودي انواع الستنتس الميتال، سواء كانت كوتد ستنت زي هنا كده او نون كوتد ستنت. امتى بفضل الكوتد ونون كوتد؟ بفضل عاده كوتد ستنت الا لو كان في بركب ستنت مثلا في البرونكاس انترميدياس ومش عايز اقفل الرايت ابر لوب مثلا، فبركب النون كوتد ستنت، او عيان عنده برونكو بلورال فيستولا فبركب النون كوتد ستنت، او العيانين البوست لانج ترانسبلانتيشن بركب النون كوتد ستنت علشان الفنتيليشن يعني ما اقفلوش. And this is the hybrid stent اللي معموله من البوليوريثين كفر. ده التكنيك اوف ابلكيشن، دي خلينا نعديها بسرعه لانه there is no time for that. ده الديناميك وده الديمو ستنت ابلكيشن، ودي الطريقه بتاعتها بالانترودكشن بتاعها. ودي الكومبليكيشنز، هتلاقوا في صور لمصر عشان دي محاضره ما اتقالها بره مصر فكويس كده. الانفكشن اللي هو في ستنت بايوفيلمز، بتبقى في فيلمز اوف سيكريشنز انسايد ذا ستنت بنلاقيها از ا كومبليكيشنز. ممكن يحصل اوبستراكشن بميكويد وجنريشن تيشو وتيومر ان جروث، وممكن يحصل مايجريشن، ممكن يحصل فراكشر. اند ذيس از امبورتنت، فراكشر اوف ذا ستنت ده يحصل اكتر في الميتاليك ستنت، ما بيحصلش في الديمو ستنت، وبنخص نلاقي الاسلاك شائكه وطالعه. دي بتبقى تراجيدي بتحصل، ولما بنشوفها ما بنبقاش مبسوطين اطلاقا. طبعا المايجريشن سواء ديستال مايجريشن او بروكسيمال مايجريشن طالعه من الابيجلوت 90 ستنت، ف ذيس از فيري كومن زي ما قلنا لحضراتكم فين في السيليكون ستنت. الانفكشن والسكريشن زي ما انتم شايفين البايو فيلمز الموجوده بتبقى حاجه فلودنج اوف باس يعني بيبقى موجود. And this is the fracture والفتيج، بصوا الأسلاك بتطلع إزاي، بصوا المنظر بيبقى عامل إزاي. And this is our case today. Don't worry, stent placement is easy. And this is the shop of beginners. Never say that. Stent placement is difficult and needs experience, and its removal also needs experience. سيليكون ولا ميتاليك؟ ما احناش عارفين. السيليكون عايز ريجل برونكوسكوبي easily removed وفيها migration وكان used in both malignant and benign stenosis. metal stent easy insert difficult to remove. figure and region tissue not recommended for most benign stenosis. نيجي علشان الوقت بيجري جدا لل FDA approval، وده طلع في سنة 2005. قال ايه؟ advising physicians against the placement of metallic stents in benign tracheal disease except as a last resort.
This is very important في 2015 ما تركبوش metallic stent في benign. ليه؟ لأنها difficult to be removed with high morbidity and mortality. مين اللي بيشيل الستنت الحقيقة الميتاليك ستنت؟ مين بيشيلها؟ surgery. surgery الحقيقة هو اللي بيشيل الميتاليك ستنت. It is very difficult to remove the metallic stent لأن زي ما قلت لحضراتكم ممكن يحصل perforation أو laceration of the airway. Our case today 33-year-old gentleman already diagnosed as post-intubation tracheal stenosis with post-cardiac arrest since 2019. Metallic stent was applied to the stenotic part of the trachea من 3 سنين. مين اللي ركبها؟ الـ ENT department, not us. This is very important. He was referred to our department suffering from dyspnea on mild exertion and stridor. حصل مشكلة هنا. Patient refused surgery. Again, patient refused surgery. I'm not working against the law, Dr. Haseen, okay? ولغاية دلوقتي العيان لما بيجي لي يا سيدي روح سيرجري هو جات له عشان عمل مشاكل في الأول من 2019 دخل في مشاكل كتير الراجل اتعقد جدا من السيرجري. In spite of our strict advice that surgery is the best solution for his condition. Fiber optic bronchoscopy under local anesthesia was proceeded to find partial tracheal obstruction of the trachea at the site of metallic stent and so rigid bronchoscopy under general anesthesia was decided for him. This is his CT chest. شايفين يمكن تشوفوا انه في الميتاليك ستنت موجوده هنا. شايفين مشرشره زي التراكية. This is the metallic stent. انما بصوا من فوق عامله ازاي. It is almost obstructed. And this is our case. It takes 5 minutes. لو انتوا عايزين تقطعوه انا ما عنديش مشكلة. خبيث انا. Okay, introduction of the rigid bronchoscopy through the vocal cords. وبعدين دخلنا شفنا المنظر ده. انتوا متخيلين granulation tissue and casts inside the trachea. غريبة جدا وكنت يعني العيان ده بيتنفس منين؟ كنا لازم نعرف بيتنفس منين العيان ده. خلينا ندخل كده اول حاجه بنحاول نشيل جنريشن تيشو عشان نعرف ندخل بالتلسكوب بريج التلسكوب جوه نشوف الاخبار ايه. عايز ادخل اشوف الديستال اند اخباره ايه. بحاول ادخل بالريج التاني يمكن الايه اشيل جنريشن تيشو اكتر. فريكوينت بقى اتمس ان سكشن فولود باي فورسبس ريموفال اوف ذا ديبرس وبعدين انترودكشن اند سكشن اند ريموفال اوف ذا ديبرس باي بايوبسي اند فيرذر انترودكشن اوف ذا ريج برونكوسكوبي. خلينا نشوف كده الدنيا عامله ازاي. اهو بدخل اهو عايز اشوف اطمن عشان الفنتيليشن تو كيب ذا فنتيليشن اوف ذا بيات. This is the trachea. You imagine that this is the trachea of the patient. خلينا اعدي منه. فين النورمال trachea اهي. شايفين كل عشان كده العيان حتى لما اشتغلت قلت له it is please this is a surgical case. انا برضو يعني it's very difficult to play in this trachea. ده كان could be perforated at any time يعني. المهم جرانيتش تيشو كان ستيكت كان بليدر فبستخدم ساعات الكتروكوتري. ما بخافش من الكتروكوتري جنب الميتاليك ستنت. انما كلكم يمكن اغلبكم عارفين الفاير الفيديو الفاير بتاعي بتاع الكتروكوتري لما قربت من السيليكون ستنت ولعت وطفيناها وبتاع. انما هنا ما بخافش. بحاول اشيل برضه ريموفل اوف ذا ديبرس اند سكشن. وبعدين خدتوا بالكم من الطريقة اللي أنا بشيل بيها ولا لأ؟ أنا بمسك وبعدين I push then pull. يبقى خدوا بالبيوبسي خدوا it's very 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 efficient اللي أنا باخد bigger بطلع bigger sampling أو إن أنا push then pull. dislodge وبعدين أشد معايا. دي كل ده جنريشن تيشو. لا في أنت خدت بالك إن في ستنت طلعت. شفت النيدلز الستنت اللي طلعت؟ انا بس مش ملاحق اهو. خدت بالك this is fractured stent. fractured تماما ما هياش ماسكه. it's only needles سلك موجود جوه ومتفتت جوه. and this is the problem with the metallic stent. لازم ناخد بالنا. طب اعمل ايه في العيان ده؟ يعني انا اطلع واسيبه كده ولا اعمل ايه؟ ها وبعدين في طبعا ما شلتش كل الميتاليك ستنت اللي جوه ده لسه في remnants inside the wall I cannot remove it. واخدين بالكم؟ اطلع اسيبه كده جانا كولابس تراكيوماليشيا
اعمل فيه ايه؟ ما انا ممكن اشيل التراكية، ها؟ ممكن اشيل التراكية وانا داخل، انا مش عارف اعمل ايه. هما بتوع الكارديولوجي الحقيقة لما ركبوا لي 2 ستنت فوق بعض فكروني بالموضوع ده، واحدة اوبستراكتد ركبوا التانية عليها. فده اللي حصل، ركبت الايه الدمو ستنت على اللي فاضل، مش انا قعدت ساعتين اشتغل في الحالة، يعني it's too much. فما كانش فيه غير ان انا اركب الايه ال زي ما انتوا عايزين. يلا اوكي. دي دايما لما المشاكل اركب الديموستن بركبها طبعا ديستالي، لانها it is easily to be pulled not to be pushed، فبركبها ديستالي وبعدين بشدها. طبعا ما بتتشد ما بتطلعش كده، لازم الفها علشان اطلعها، مش كده؟ الف لفه تانية عشان تطلع، الف لفه تانية whatever كلوك وايز اور انتي كلوك وايز اي حاجه، الف لفه الثالثه عشان تطلع معايا، وبعدين بعد كده برجع تاني باللفه مره تانية بعد ما بوصل. طبعا بطلع الريجيد معايا علشان ما بعرفش اطلع بالستنت والريجيد موجود، فبيطلع معايا جرادولي لغايه لما بوصل للمكان السليم. باخد راي اللي حواليا طبعا، is it good is it not. ربنا يكون في عونكم دكتور هاني، يعني ده مشكله كبيره جدا. يعني دكتور حسين ربنا يكون في عونكم بجد والله، انتوا بتقعدوا 4 ساعات 5 ساعات في حاجه، انا ساعتين واحد بيتعب. وبعدين كده بعد ما اتلفت الاستنت، وبعدين بحاول افتحها، عندي طريقتين، لما افتحها بالفورس زي ما انتوا شايفين، يا اما بالبالون. طبعا بالفورس بتبقى ايزير عشان اندر فيجن على طول بتتفتح، يعني جاست وان كليك قك خلاص شكرا. الستنت اولموست كده ايه ويلكو ابتد، بنسميها ويلكو ابتد تو ذا وول، ات از فولي كانالايزد ويلكو ابتد تو ذا وول كده. الستنت نورمالي بدخل جوه بالتلسكوب طبعا اطمن على الديستال بارت، ذيس از بري انترفينشن اند ذيس ذا اذر از بوست انترفينشن، اند ثانك يو سو ماتش.